أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع. المسجد الأقصى أسير إجراءات الاحتلال، وتحقيق استقصائي لوطن بعنوان المتاجرة السوداء. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. المقدسيون يرفضون البوابات الإلكترونية في محيط الأقصى، وإسرائيل تصعد من إجراءاتها في المدينة. تفاهم فلسطيني إسرائيلي برعاية أمريكية لتزويد السلطة بـ 32 مليون متر مكعب من المياه. تحقيق استقصائي لوطن بعنوان المتاجرة السوداء. شابات من غزة يقهرن الإعاقة السمعية بامتهان الطباعة والتصميم. أهلا بكم من جديد. تواصل سلطات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى المبارك، فبعد أن وضعت تل أبيب بوابات كهربائية على أبواب المسجد أمام إقامة الفلسطينيين للصلاة في هذه المسجد، يصر الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة على رفض هذه البوابات وهذه الإجراءات. إلى التفاصيل. نرضى أن يغير المعالم ويسجل علينا في التاريخ أننا ارتضينا تغيير المسجد الأقصى. اللهم امحق وجوههم يا الله، اللهم اخسف بهم الأرض يا الله، يا الله يا من ترى حالنا، يا الله يا من ترى حالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بداية من الغد قررنا في إطار سياساتنا إبقاء الوضع كما هو، وسنفتح تدريجيا جبل الهيكل وسنعزز الإجراءات الأمنية. وللحديث حول آخر المستجدات في مدينة القدس المحتلة من منظور تحليلي، معنا اليوم الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي. أهلا بك أستاذ عليان. مساء الخير لك. يسعد مساك. اليوم لم نحكي عن ما يحدث في مدينة القدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى، من وضع بوابات، من استمرار الفلسطينيين في رفضهم لفكرة البوابات الإلكترونية. هذا ما يحدث اليوم في مدينة القدس، في أي إطار يأتي؟ يعني بداية لابد من الحديث بأنه الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمسجد الأقصى وبمدينة القدس بشكل عام هي إجراءات ليست بجديدة. هي إجراءات بدأت بعد عام 1967، وكانت تجري بصراحة ببطء نتيجة سياسات إسرائيلية معينة كانت تأخذ بعين الاعتبار أن الصراع حول المقدسات ربما يقود إلى صراع ديني، وبالتالي تجنيد أكثر من مليار مسلم في هذا الصراع ضد إسرائيل، وبالتالي هي لا تحتاج لمثل هذا الصراع. وكانت هناك رؤية سياسية ودينية إسرائيلية تطالب بعدم زج الموضوع المقدسات خاصة الحرم القدسي الشريف في هذا الصراع. لكن في عام 2000 ومع تصاعد قوة التيارات الدينية واليمينية والمتطرفة في إسرائيل واندلاع انتفاضة الأقصى والخوف من تسليم المسجد الأقصى في أي حل نهائي للفلسطينيين، بدأت معركة حقيقية في مدينة القدس بشقين. الأول أو في ثلاث بنود. الأول يتعلق
بالأماكن المقدسة، والثاني يتعلق بالوجود اليهودي في داخل القدس الشرقية، أو بصورة أدق في داخل الأحياء العربية في القدس الشرقية، والثالث بمحاولة إخراج بعض الأحياء العربية خارج حدود القدس، واللي كان الجدار أكبر تعبير صحيح. عن هذا الموضوع. فيما يتعلق بالشق الأول والمتعلق بالأماكن المقدسة، حقيقة أولا لابد أن أشير بوضوح أن إسرائيل تتحدث عن وجود ما يقارب من 20 مكان مقدس لها في مدينة القدس الشرقية، وهذه الأماكن المقدسة عبارة عن أنفاق ومغر ومقابر إلى جانب موضوع هيكل سليمان المزعوم، إلى جانب موضوع الهيكل. يعني أي حضارة، أي شعب، أي تاريخ، أي لا يمكن الحديث عن مغر وعن قبور وعن أنفاق مقدسة. صحيح، هي نتاج للحضارات التي قائمت، وبالمناسبة هي حضارات ليست يهودية، وكل ما كشفت عنه الحفريات الأثرية في مدينة القدس كانت هي عبارة عن عملة يعني لتجار، والتجار بالعادة متنقلون ومتجولين، وكل ما كشف عنه من تراث وأثار هي تابعة لحضارات عربية كنعانية أو رومانية، ولم تكن لا ليهودية ولا لا يهودية ولا إسرائيل. وبالتالي كثرت هذه الاكتشافات دفعت الكثير المؤسسات الحكومية في إسرائيل إلى استبعاد علماء الآثار المهنيين واستبدالهم بعلماء آثار أيديولوجيين، يعني بمعنى بيأمنوا في أن المكان المقدس كذا هو يعود لحقبة تاريخية كذا، وبناء عليه بدأوا بتسويق هذه الفكرة. طب اليوم نحكي أستاذ عليان، يعني عفوا على المقاطعة، عن ما يحدث اليوم في محيط المسجد الأقصى. هل تتوقع في ظل المعطيات يعني استمرار الفلسطين؟ يعني لو سمحت لي بس نتحدث شوي في موضوع المسجد الأقصى بالذات. في موضوع المسجد الأقصى بالذات هناك يجري أمرين. الأول هو تحت المسجد الأقصى من حفر أنفاق وما شابه ذلك، ومحاولة تزوير التاريخ والرواية العربية الإسلامية لهذا المكان، والحفريات بالمناسبة تصل إلى ما يقارب، هناك أقوال أنها تصل إلى 18 متر داخل الحرم القدس الشريف، وهناك أحاديث تقول أن هناك حفريات أسفل الأقصى تصل إلى 40 متر. طب وهذه الحفريات بالمناسبة حفريات ضخمة جدا، قد تؤدي إلى زعزعة أسس القائم عليها المسجدين، قبة الصخرة والمسجد الأقصى. هذا أمر. الأمر الآخر هي تحاول أن تثبت وجودا يهوديا بما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، اللي أنا بعتقد أنه الإجراءات الحالية اللي قامت فيها إسرائيل بوضع جدران، بوضع بوابات أمنية إلكترونية على مداخل، هي جزء من هاي المحاولات لمحاولة تثبيت وضع ووضع قدم يهودية في داخل المسجد الأقصى. هي محاولة لتغيير بالمناسبة الوضع القائم اللي وضع أسسه مش وزارة الأوقاف الأردنية ولا الفلسطينيين، هو الوضع القائم اللي وضع الأسس التي صارت عليها إسرائيل هو موشي ديان الذي كان وزيرا للدفاع في حرب عام 1967، واستعان بذلك بفتاوى دينية تحرم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بغرض الصلاة، وعلى حتى الزيارة بالمناسبة، والزيارة سمح لليهود بالقيام بها نظرا للتوجهات أولا العلمانية لدولة إسرائيل اللي كانت أو كما تدعي هي. الأمر الثاني لهذه الزيارات كان هو لأسباب وطنية أكثر منه أسباب دينية حسب يعني بين قوسين. طب هل ستستمر إسرائيل في هذا المخطط، بخاصة فيما يتعلق بموضوع استمرار فرض موضوع البوابات الإلكترونية، والتي أثارت يعني ردود فعل قوية في الشارع الفلسطيني المقدسي، بخاصة احنا اليوم عم نحكي انه لليوم السابع على التوالي الفلسطينيون لم يصلوا في المسجد الأقصى؟ يعني
أولا هذه البوابات يعني الخطورة فيها أين تكمن؟ الأول أنه إسرائيل من خلال تغييرها للأمر الواقع هي تحافظ على الأمن الخارجي للمسجد الأقصى. من خلال وضعها لهذه البوابات هي تريد المحافظة مسبقا على الأمن الداخلي في داخل الحرم القدس الشريف، وبالتالي هي تحرم الفلسطينيين من حقا مقدسا يكفله القانون، حتى القانون الدولي والقانون المحل الإقليمي وحتى القانون الإسرائيلي بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. وبالتالي وجود قيود على مداخل الحرم القدس الشريف يتعارض مع كل هذه القوانين بحرية الوصول. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هي تريد من وراء هذا الأمر عمل سابقة، وإذا تمت الموافقة على وجود هذه البوابات ستأتي إجراءات أخرى لها علاقة بمزيد من السيطرة الإسرائيلية على هذا المكان المقدس، والتي ستنتهي بشكل أو بآخر إلى ما يشبه إلى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدس الشريف، وإلى ما يشبه التقسيم الموجود في الحرم الإبراهيمي في الخليل. المؤشرات على الأرض تشير إلى تمسكها بهذا الخيار في موضوع البوابات أم ممكن تتراجع عنه؟ بخصوص البوابات، إسرائيل هي أطلقت هذه العملية وهي تريد أن تختبر الرأي العام المحلي الذي كان واضحا جدا أنه لن يعبر هذه البوابات، وأنه سيدخل بالحرية المطلقة التي اعتاد عليها منذ عام 1967 حتى هذا اليوم، علما أن الإجراءات التي كانت قبل عام 1000 تختلف عما هو عليه اليوم. وأعتقد أن الموقف الفلسطيني في مدينة القدس الواضح بعدم العبور عبر هذه البوابات هو المعضلة الحقيقية التي تواجه إسرائيل اليوم. اثنين، هي تريد أن تختبر دول الإقليم التي بالتأكيد لن ترضى مهما كانت معتدلة ومهما كانت متفقة في أمور أخرى مع إسرائيل، لا أعتقد أنها سترضى بأن تبدأ الإجراءات الإسرائيلية بالتمدد نحو المزيد من السيطرة على الأقصى. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها مع الإدارة الجديدة في الإدارة الجديدة تعتقد أنها تستطيع أن تتقدم بالمسيرة السلمية إلى الأمام، أعتقد أنها لن توافق على أن يكون هناك تصعيد في ظل أجواء ستؤدي في نهاية المطاف إلى طرح مبادرة أمريكية. أعتقد أن الأمور تسير بشكل أو بآخر يعني بما نسبة 60-70% نحو إزالة هذه الحواجز، لكن لابد من التأكيد أنه الخطر لن يزول، الخطر سيظل قائما، وإسرائيل ستستغل بشكل أو بآخر الفرص من أجل تثبيت وقائع على الأرض. وأعتقد أن المزيد من الصراعات العربية الداخلية والحروب الأهلية وتعرض المزيد من الدول العربية إلى تعريفها كدولة فاشلة سيساعد كثيرا إسرائيل في العودة للمحاولة مرة أخرى لتثبيت مثل هذا. يعني في الحديث عن استغلال إسرائيل للفرص، اليوم أو مبارح بنشوف أنه لجنة التشريعات في الكنيسة الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى على قانون إسرائيلي يمنع إسرائيل من الانسحاب من القدس في أي تسوية سياسية أو تقسيم القدس. أيضا يأتي هذا في إطار ما يحدث اليوم في مدينة القدس. هي كل هذه المحاولات بالمناسبة تأتي لإفشال إمكانية التوصل لحل مع الفلسطينيين. اليوم في إسرائيل في طيارين، طيار ضعيف يطالب بإقامة دولة فلسطينية على اعتبار أن ذلك مصلحة إسرائيلية وأن تكون القدس أو الأحياء العربية من القدس جزء من هذه الدولة، وهناك طيار طاغي هو الذي يحكم في إسرائيل اليوم يرى بأن الدولة الفلسطينية لم تعد خيارا قائما ولا داعي للحديث فيها،
بل يجب على إسرائيل أن تضم كمرحلة أولى مناطق سي وتبقي الجنسية الفلسطينية أو حتى الأردنية، بمعنى أن تبقي الفلسطينيين من غير جنسية إسرائيلية. يعني هي تسعى للسيطرة على الأرض من دون تولي المسؤولية عن الفلسطينيين أنفسهم. هذا التيار اللي حاكم أعتقد أنه مش راح يتخلى عن هاي الجهود وعن هذه الممارسات إلا بأعتقد أنه مطلوب أولا فلسطينيا تغيير في التوجهات، ومطلوب برضو فلسطينيا ثانيا البحث عن طرق جديدة للمقاومة تستطيع من خلالها يستطيع من خلالها الفلسطينيين التصدي بشكل أو بآخر للكثير من المشاريع الإسرائيلية، إن كانت في المجال السياسي أو في المكان التنفيذي، يعني بمعنى السياسات على الأرض مثل الاستيطان أو في موضوع المسجد الأقصى أو في غيره من المقدسات الإسلامية. نعم، الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي، شكرا لك على هذه المشاركة. حياك الله. شكرا جزيلا. رعى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات تفاهما بين السلطة الفلسطينية والطرف الإسرائيلي لتزويد السلطة الفلسطينية بالمياه من خلال ما يسمى بمشروع قناة البحرين. إلى التفاصيل. The United States welcomes the agreement reached by the Palestinian Authority and the government of Israel. ترحب الولايات المتحدة بالاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، والتي تتيح بيع إسرائيل للسلطة ما يقارب 33 مليون متر مكعب من المياه في إطار اتفاقية قناة البحرين، وهي التي ستقود إلى إشفاء البحر الميت، ومن شأنها أن لا تفيد الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب بل والأردنيين أيضا. وأؤكد هنا أن الرئيس ترامب يعتبر اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. توافق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف الثلاثة المشاطئة للبحر الميت، فلسطين والأردن وإسرائيل، والجزئية الخاصة بحصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من المرحلة الأولى من المشروع اللي هو مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين، والتي كانت مقدرة من 20 إلى 30 مليون متر مكعب من نظام التحلية الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط. فبعد مناقشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف بين الجانبين، بين الطواقم الفنية الإسرائيلية والطواقم الفنية الفلسطينية، وبرعاية أمريكية مشكورة، وهنا نؤكد يعني ونشكر كافة الطواقم الأمريكية بدون استثناء، ابتداء من سيد جرينبلات اللي أشرف بشكل مباشر على هذا الموضوع، سعادة القنصل دونالد بلامب، وكافة الطواقم الأمريكية في القدس، واللي على أساسها يعني تم التوافق على أن يقوم الجانب الإسرائيلي بتزويد الجانب الفلسطيني 32 مليون متر مكعب. أما الآن فنذكر بما تبقى من عناوين. تحقيق استقصائي لوطن بعنوان المتاجرة السوداء. شابات من غزة يقهرن الإعاقة السمعية بامتهان الطباعة والتصميم. أهلا بكم من جديد. أنتجت دائرة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون الوطن تحقيقا استقصائيا جديدا جاء تحت عنوان المتاجرة السوداء، والذي سلط الضوء على قضية التلاعب بالأسعار وتزوير فواتير الضريبة، بالإضافة لقضية التهرب الضريبي والتي تحرم خزينة الدولة من ملايين الشواكل سنويا. إلى التفاصيل.
سرق الضريبة من المؤسسة الرسمية. هو تهرب ضريبي. يبدو الأمر طبيعياً للوهلة الأولى، ولكنه مخالف تماماً للقانون. هذه المنتجات من الملابس والأحذية تخلو من أي إشارة لإشهار أسعارها، وهنا أيضاً صاحب محل تجاري يبيع السلع ولا يسجلها، وفي محل آخر مواطنون يشترون المنتجات ولا يحصلون على فواتير فيها. مخالفات قانونية عدة رصدتها كاميرا وطن في قطاع الملابس والأحذية، تحدث بشكل يومي لا يعرف المواطن أبعادها الاقتصادية عليه من ناحية وعلى الاقتصاد الفلسطيني من ناحية أخرى، فقررنا تسليط الضوء عليها والكشف عن مخاطرها في هذا التحقيق. بدأنا في جولة داخل أسواق مدينة رام الله وسألنا المواطنين. لما بتفوت بتشتري أي غرض من أي محل بتطلب فاتورة ولا لا؟ محل اسم ورقة طبعاً ما في فواتير ما بعطوا، بس بعطوا ورقة كاش يعني اللي بده، بعطوا للجميع يعني، أما فواتير لا، وما أعتقدش إنه في واحد بيطلب فاتورة يعني، ومش معني فيها يعني، لو بدي أطلب فاتورة شو بدي فيها يعني؟ طيب لو طلبت فاتورة بضيفوا عليك ضريبة القيمة المضافة ولا لا؟ والله بتصور آه. هذا 100%، لو بدك أنت تطلب بفرض ضريبة راح يقول لك بدي كمان 15% أو 16% على الموضوع هذا. يعني صارت معك؟ بتصير. بتلاحظ إنه في إشهار للأسعار عندنا بأسواق مدينة رام الله ولا لا؟ مش جميع المحلات. تستقبل المحلات غير المعلنة أسعارها؟ والله يعني الأصناف الموجودة بالبلد يعني سواء من كل إشي يعني معروف يعني شو بتسوى وشو كذا يعني، وفي يعني الثقة موجودة يعني. والله بثق بالناس يعني، بشتري بطلبش فاتورة صراحة يعني. ليش ما بتطلبها؟ خلص وكل إشي بدي أشتري بدي فاتورة. محلات الأوعية لا ما عليهم، مش دائما ما عليهم أسعار. لا لا لا، تشتري من أي محل بيكون مش حاطط السعر على منتجاته؟ ما هو اللي بيعجبني لازم أشتري يعني، اللي بيعجب البنات بدك تقولي لهم لا روحوا اشتروا بمحل تاني بردوش عليكي. مزبوط؟ إلا يشتروا اللي بدهم إياه. وبعطيكي فاتورة عادة ولا لا؟ لا. لمسنا ضعفا في المعلومات التي يعرفها المواطنون حول هذه القضايا، والأهم ضعفا في معرفة حقوقهم كمستهلكين، وأهمها المادة رقم 27 من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم كل تاجر بإشهار الأسعار وتسجيل كل سلعة تباع، وتجبره على منح المواطن فاتورة شاملة لضريبة القيمة المضافة. قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، الفصل الثاني، البند التاسع في المادة الثالثة، طلب فاتورة من المزود يحدد فيها اسم المؤسسة، رقم تسجيلها في السجل التجاري، عنوانها، تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير، الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة. أما المادة 17 فتنص على يجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها، وإذا تعذر ذلك تضع بشكل بارز في مكان عرضها. المادة 27 العقوبات، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب من يرتكب المخالفات التالية بالآتي: كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعير المعلنة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين. وكي نحدد حجم المشكلة وتبعاتها توجهنا إلى وزارة الاقتصاد، حيث أكدت لنا دائرة حماية المستهلك أن نسبة عدم إشهار الأسعار في قطاع الملابس والأحذية تزيد عن 60% في أسواقنا المحلية، وهناك 272 مخالفة سجلت منذ العام الماضي حتى ما قبل شهر رمضان، و11 مخالفة في شهر رمضان كلها في قطاع الملابس والأحذية. الملابس والأجهزة والأحذية هي الأكثر مخالفة، والمخالفة هنا بالعكس قد تكون المحلات المخالفة أكثر من 60%. لهذا السبب كل المخالفات اللي حاليا تسجل بحق التجار الملابس والأحذية. هناك يعني زي بدعة ابتدعها البعض لإيهام المفتشين بأن هناك أسعار بيكون حاطط رقم 70، أنت بتفكري سعر السلعة 70 شيكل، بس هو بيحكيك لا، هذا رقم كود السلعة. هي أيضا مخالفة وتلاعب في الأسعار، المحاولة ابتزاز المستهلك قدر الإمكان. أما القضية الأخرى فهي عدم منح التجار فاتورة بقيمة المشتريات للمواطنين، وفي حال طلب مواطن فاتورة ضريبية يشترط التاجر لإعطائها للمواطن زيادة ضريبة القيمة المضافة على سعر السلعة، رغم أن السعر المعلن عنه بالأساس يكون شاملاً لضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون. مش من حق أي تاجر أنه يضيف قيمة الضريبة مرة ثانية على المواطن طالما أنه السعر كان مشهر. هناك البعض من التجار ولو عمم مهنتهم الأساسية ليست التجارة، بل هي غش المستهلك والاتجار في المستهلك وليس التجار معه. ويعتبر محللون اقتصاديون تحصيل ضريبة القيمة المضافة مرتين وعدم منح المواطن فاتورة عن كل سلعة أو خدمة تقدم له استغلالاً وغشاً علنياً للمواطن، متهمين الجهات الرسمية بعلمها بهذا الأمر وصمتها عليه. المؤسسة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني وكل الجهات الرسمية تعلم أن المواطن الفلسطيني يدفع الضريبة حين الذهاب لشراء سلعة مرتين، هو المرة الأولى من خلال السعر لأنها تشمل القيمة الضريبية، والمرة الثانية يستغل من قبل المواطن لعدم معرفته المسبقة من قبل التاجر، عفوا، يستغل لأن المواطن لا يعلم أنه السلعة تشمل قيمة الضريبة. وردت حماية المستهلك على هذا الاتهام بالتأكيد على أنها تجري جولات تفتيشية دورية على الأسواق، ولكنها تواجه في الوقت ذاته مشكلة مع تطبيق القانون، فالعقوبات حين تصل للقضاء يتم تخفيضها بشكل كبير لتصبح غير رادعة للتجار، ما يجعلهم يستمرون على هذا النهج. يوميا هناك حملات، وبالأمس كان لدينا حملة شارك فيها شخصيا، وتم تحرير بعض المخالفات لعدم إشهار الأسعار. في رأينا أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة، وحقي كمواطن أطلب أي فاتورة من أي مؤسسة تجارية وأحصل عليها. وخلال جولة لوطن في أسواق مدينة رام الله أثبتنا عدم تسجيل تجار للمبيعات إلكترونيا أو حتى يدويا، حتى أن غالبية المحلات التجارية في قطاع الملابس والأحذية لا تمتلك أساساً جهاز حاسوب داخل أروقتها. وهو ما يؤثر على دقة ضريبة الدخل التي تجبيها طواقم وزارة المالية، حيث يمكن للتجار التلاعب بقيمة المبيعات وعددها وتخفيضها قدر المستطاع عند احتساب الضريبة. تهرب ضريبة، لأنه راح يهرب من الضريبة، راح يقدر ويقضي شكوى للضرائب إنه هاي يدوب جايب رأس مالها، هاي كذا، هاي تنباع، يعني راح يصير بخس بالقيمة البيع وما راح يعطي الأرقام الحقيقية للبيع للتهرب من ضريبة الدخل. واجهنا عدداً من تجار مدينة رام الله بالمخالفات التي تم إثباتها.
انتوا هون عندكم مشيرين الاسعار على العروضات وبقيه السلع لا، ليش؟ لا نحن حاطين اسعار بوجه عام يعني على جميع البضاعه تقريبا من نفس السعر، بس انه الزبائن برضه عندهم الخلل انهم مثل مهما حطيت سعر بدهم اكل ومهما نزلت مش رايح يزبط، فالخلل في الجهتين، الخلل في الزبائن والخلل في صاحبين المحلات. يزبط شو نحط سعر عليه خلص يعني المحلات الثانيه مشكل مع المحلات الثانيه، انت كيف؟ ليش؟ الاسواق كلياتنا بس كلك هذا خرب علينا وهذا خرب علينا، فكل واحد خلص هيك كل المحلات متفقه مع بعض. بتسجل المبيعات عندك اول باول يعني كل شيء بتبيعه بتسجله؟ لا والله على البركه. ليه ما بتسجله؟ ليش ما بسجل؟ لانه خلص مخابطه ومقلبه وناس بدك تلحبها، مش فاضي تقعد تسجلي كل بوت وكل قطعه وكل حفايه وكل شيء. بتعطي فاتوره ضريبيه للمواطن بكل شيء بيشتريه؟ عاوز زبون والله، اذا زبون بطلب نعطيه، بطلب ايش بعطيهوش يعني، عاوز زبون نبقى. القانون بيحكي انه انت لازم تعطيه فاتوره بغض النظر طلب او ما طلب. كلامك مزبوط، بس كل المحلات هيك، مش بس كل المحلات البلد هيها قدامك. توجهنا في وطن الى اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه والذي يمثل قطاع التجار في هذا التحقيق لمساءلتهم حول هذه المخالفات التي يرتكبها التجار ومعرفه دورهم الرقابي في وضع حد لها. احنا دورنا رقابي توعوي، لا يعني لا نمارس الدور السيادي، يعني نحن نقول نحول التاجر لمحكمة أو نحول التاجر لمخالفة أو غيره، هذا دور له علاقة بوزارة الاقتصاد الوطني. ويندرج كل ما سبق تحت إطار التهرب الضريبي، حيث يساعد جهل المواطن وضعف فعالية الرقابة على هذا القطاع في رفع نسبته، ليحرم المجتمع أموالاً كانت ستعود عليه بالنفع على شكل خدمات تعليمية وصحية وغيرها. عدم إشهار الأسعار طبعا له علاقة بالضريبة، هو لما يروح مفت الضريبة على المحل التجاري بيحكي أنا ببيع بسبعين أو بستين على سبيل المثال، حقيقة أمره بيكون ببيع مية ومية وعشرين، يعني هم بخافوا من موضوع ضريبة الدخل، هون يعني نوع آخر من أنواع الضرائب، وبالتالي معظم التجار عدم إشهار الأسعار في رأيي هو نوع من أولاً استغلال المستهلك، وبالتالي ممكن يعطيك أنت سعر ويعطيني أنا سعر ويعطي الثالث سعر آخر على نفس القطعة. الأمر الثاني وهو تهرب ضريبي. ويرجح المحللون الاقتصاديون أن نسبة التهرب الضريبي تصل إلى 40% من قيمة الضرائب، وهي من وجهة نظر المختصين نسبة كبيرة يلعب كبار المستثمرين وقطاع الخدمات والبناء دوراً كبيراً في رفع نسبتها. تشير التقديرات حتى وزارة المالية وبعض الدراسات اللي عملتها الأمم المتحدة والدراسات والتقديرات الأولية أن تقريبا 40% أو ما بين 35-40% من البضائع اللي بتدخل السوق الفلسطيني هي بضائع مهربة، وهي مهربة وبها تهرب ضريبي، والالتزام الضريبي الفلسطيني لا زال في بداياته، بمعنى ان احنا التجار الفلسطينيين فيش عندهم التزام كبير تجاه الخزينه العامه بايفاء كافه المتطلبات الضريبيه او كافه الايرادات. قطاع الخدمات في تهرب ضريبي كبير، كبار المستثمرين وقطاع الخدمات، يعني كثير من المحامين، كثير من الصيادله، كثير من الاطباء، يعني اطباء الاسنان، اطباء المختصين، كم يدفعون من الضرائب؟ المحال الكبيره، التجار، كبار التجار يذهب باتجاه الصفقات والحديث عن أرقام يعني لا تذكر باتفاق مع دائرة الضرائب. وتتوافق تقديرات وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية والصناعية مع هذه الإحصائيات، يعني النسب ربما تتجاوز بين 30-40%. يوجد هناك تهرب ضريبي، ووضعنا ما بنقدر نقول زي ما قلت لك متوسط، في هناك تهرب عالي ما زال موجود لدينا. أنا حسب تقديراتي يعني في هناك تحسن اليوم، إذا بنقول أنه في تهرب ضريبي أنا بقدره ما بين 45-40%. سألنا وزارة المالية عن الإجراءات الرقابية التي تتبعها للحد من التهرب الضريبي ورفع نسبة تحصيل الضرائب، فكان ردهم كالتالي:
في عندنا جولات يوميا احنا على التجار، ولكن جولاتنا تختلف عن جولات وزارة الاقتصاد. يعني احنا بناخذ الاسعار، ولكن انا لا يعني كوزارة مالية او كجمارك لا اتدخل في عملية تحديد السعر، فهي سوق حرة، المفروض أنه هذا من شغل وزارة الاقتصاد. إحنا كوزارة مالية ما بنيجي بنتدخل للتاجر وبنقول له نحدد له نسبة ربحه، ولكن أنا يجب علي أن أعرف عشان أعرف قديش الضرائب اللي بدي أفرضها عليه من نسبة الربح وهامش الربح إذا كان عالي. وتؤكد وزارة المالية أنه لو تم تحصيل الإيرادات وتخفيض حجم التهرب الضريبي ستكون السلطة قادرة على سداد كامل نفقاتها من إيراداتها دون الاعتماد على الدعم الخارجي الذي تقلص بشكل كبير في الآونة الأخيرة. إذا تم تحصيل الإيرادات وقللنا التهرب الضريبي، نعم نحن قادرين أن نسدد كامل المصاريف، وأنه احتمال كبير يصير عندنا في فائض في الموازنة العامة. اللي المواطن مش بيعرفوش عندنا أنه نحن الآن على اعتماد كلي على إيراداتنا وعلى اللي احنا بنجيبه، لانه الدعم الخارجي اصبح شبه معدوم حاليا. واشارت وزارة المالية الى عدد من التسهيلات التي قدمتها للتجار في العامين الاخيرين من اجل تخفيض حجم التهرب الضريبي ورفع نسبة التحصيل، اضافة الى العمل على برنامج التوعية الضريبية للمواطنين. احنا خفضنا شرائح ضرائب الدخل بحيث كان انه الحد الاعلى 20، احنا نزلت ل 15%، ومستعدين ننزلها في المستقبل اذا تحسنت الجبايه ل 10%، بحيث انها تكون منافسه وانها ما تثقل على كاهل المواطن او على كاهل التاجر باي شيء. ويوصي محللون اقتصاديون المواطن الفلسطيني بضروره مقاطعه التجار غير المشهرين اسعارهم وطلب فاتوره ضريبيه في كل سلعه او خدمه يشترونها في سبيل وضع حد للاستغلال الذي يتعرض المواطن له من ناحية، والحد من التهرب الضريبي من ناحية أخرى. يا مواطننا الفلسطيني، الفاتورة من حقك، وأنت أوريدي دفعت قيمة الضريبة حينما اشتريت أي سلعة، لذلك اذهب باتجاه المطالبة بهذه الفاتورة حتى لا تتيح المجال للتاجر للتهرب. وأمام كل ما سبق، فإن المواطن هو الخاسر الأكبر من كل ما يجري نتيجة جهله بحقوقه الأساسية والتي كفلها له القانون، إشهار الأسعار والحصول على فاتورة ضريبية وتسجيل ما تم بيعه رسمياً يمنع الغبن والتلاعب بالأسعار ويعود بالنفع على العملية الاقتصادية برمتها. من مدينة رام الله، وفاء عاروري، تلفزيون وطن. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو المهندس إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. أهلا بك باش مهندس. يا أهلا بك، أعطيكم العافية ولكافة المشاهدين الكرام. يسعدك. لو نبلش في موضوع التحقيق، لما نحكي عن موضوع المتاجرة السوداء، نبلش في فكرة أنه قديش مهم أول إشي الإعلام يسلط الضوء على هاي القضايا، واللي هي أنا برأيي بتهم المواطن وأيضا بتلعب دور في دعم جهود الجهات ذات الصلة. يعني بداية أي عمل ما لم يكون هناك في يحمل رسالة توعوية للمستهلك، توعوية للمواطن المعني بهذا الموضوع، فيبقى منقوص. وبالتالي يأتي دور الإعلام على أكثر من شق، وتوعية المستهلك من ناحية، وأيضا وضع خلينا نحكي إشارات أو تسليط الضوء على نقاط حساسة قد تخدم المستهلك. مهما بلغت أي إدارة في أي مؤسسة، مهما بلغت المؤسسة من طاقات وخبرات، هي بحاجة للتكامل مع المجتمع. بالإضافة أنه من حق المواطن أنه الحصول على المعلومات صحيح الصادقة صحيح من مبدأ الشفافية ومبدأ التكامل. يعني إحنا بنسلط الضوء أو العمل على مجالات معينة ربما هناك قضايا قد غفلنا عنها، فيأتي هون دور الإعلام الجاد، الإعلام الذي يلمس مصلحة المستهلك والمعني حقيقة بحل مشكلة وليس بإثارة مشاكل. في كان تعاون إيجابي سابق وليس هذا صحيح أول مرة صحيح. تعاوننا في أكثر من برنامج، سواء على موضوع الغاز، موضوع الملابس صحيح. كثير من الملفات سبق وأن تم إثارتها من خلال هذا البرنامج بالذات أو من خلال وسائل إعلامية أخرى، أظن كان ذات جدوى إيجابية. اليوم لما نحكي عن موضوع التلاعب بالأسعار، قديش هذا الملف
بشكل عبء ومهمة بتواجهها وزارة الاقتصاد، وقديش اليوم في التزام أو عدم التزام فيما يتعلق بموضوع التلاعب بالأسعار؟ المشكلة في التلاعب بالأسعار هي أكثر مشكلة. أولا احنا بنحكي في القانون على قانون إشهار الأسعار، وهذا حق المواطن معرفة سعر السلعة قبل قيامه بشرائها، صحيح، لكي لا يتعرض لعمليات إحراج، لكي يستطيع احتساب قيمة الفاتورة التي سيكون بدفعها، صحيح، قبل أن يتعرض لعمليات إحراج عند الكاش. لكن هناك عملية التلاعب التي تتم من خلال أيضا الخلل بالفواتير نفسها. هناك تلاعب يكون من باب التنزيلات الوهمية التي كانت موجودة في كثير من الأسواق، لا سيما أسواق الملابس، أسواق العروض على الأحذية، وأحيانا تكون في أيضا في قطاع السوبر ماركتات المحلات التجارية. إذن كان موجود هناك. لهذا السبب بادرنا في 2016 على إيجاد، على تعديل قانون حماية المستهلك لما يتلائم مع هذه المشاكل الحقيقية في الأسواق، منها الخصومات الوهمية والتنزيلات والعروض. كل ذلك حاليا هناك أنظمة رفعت إلى الإدارة القانونية في وزارة الاقتصاد ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، لأن قانون حماية المستهلك أقر بالقراءة الثانية، بقيت لنا قراءة واحدة ومن ثم سيتم اعتماده من قبل سيادة الرئيس. تبقى هذه اللوائح التنفيذية التي تم تجهيزها، أول ما يقر قانون حماية المستهلك سيتم إقرارها مباشرة للبدء بإجراءات قانونية ضد هذه الحملات الوهمية أو التصفيات الوهمية. حاليا كيف بتم التعامل معها؟ يعني عادة لما بتكتشفوا أنه في تاجر عم بلعب بالأسعار أو التنزيلات الوهمية، كيف بتم التعامل أو معالجة هذه القضية؟ حاليا حسب القانون هو اختار المؤسسة التي قامت بتضليل المستهلكين، لكن من باب الإعلان الخادع أو الإعلان المضلل. في حماية المستهلك نرى أن هذا غير كافي، لهذا السبب بادرنا في تحديث هذا القانون، لأنه هي ليست إعلان خاضع فقط، صحيح، إنما هي جريمة بحق المستهلك، لأنه يجب أن يكون عليها عقوبة، لأنه أحيانا يضطر المواطن بناء على الإعلان التوجه من محافظة إلى أخرى لشراء هذه المنتجات، صحيح، وبالتالي هناك تكلفة مادية واجتماعية يتكلفها المواطن دون الحصول على السلعة التي يريد. طب نحكي عن موضوع آخر فيما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبة. عادة لما يعني بعض المواطنين بيطلبوا من التاجر فاتورة لأي مشتريات، تشعر إنه كأنه التاجر مش عاجبه بصراحة. طب وين المشكلة؟ ليش؟ هي الموضوع ثقافة مستهلك أولاً وثقافة التاجر، يعني على الحالتين. حاولنا بداية هذه العام رفع شعار تاجر أمين ومستهلك واعي للحصول المستهلك على حقوقه، لكن بعض المواطنين وإن كان مازحا طلب فاتورة من إحدى المحلات التجارية كيلو خبز والفاتورة موجودة لدينا، إذا أصحاب محلات لديهم الفواتير، لكن هناك تخوف أنه هذا سيؤدي إلى ارتفاع ضريبة الدخل، أنه سيسلط الجمارك عليهم أو الضرائب عليهم. هناك تخوفات لا مبرر لها في هذا الموضوع، والفاتورة هي حق للمستهلك وليس مني من التاجر عليه. ألزمها بقانوني، سواء قانون الجمارك أو قانون حماية المستهلك، يجب إعطاء الفاتورة للمستهلك مقابل السلعة أو الخدمة التي يتقاضاها. في بعض التجار مرات بيقول لك ممكن أعطيك سند قبض بدل الفاتورة. لا، هو السند قبض لا يعني فاتورة، يعني الفاتورة شيء، سند قبض شيء آخر، لكن ليش ما يعطيني فاتورة؟ خاصة فيما يعني في البداية احنا عملنا حملة قوية على محلات الذهب، لأنه الفاتورة هناك تعني، صحيح، أكثر، مزبوط، وأيضا في الأجهزة الكهربائية لأنه بدك تضمن حقك في الصيانة، صحيح، في القطع الغيار إلى آخره. كمان الفاتورة هي حق لك حتى في المواد التموينية في أي مجال، يعني ما أظن أن في أي إشكالية لك تطلب الفاتورة، لا سيما أنه حاليا كثير من المحلات تتعامل مع الفاتورة بتاع الكاشير هاي اللي بتصدر تلقائيا ممكن الحصول عليها بشكل رسمي، لكن للأسف المواطن ما بيطلبها والتاجر طبعا بيهملها. طب في لها علاقة في موضوع تهرب ضريبة؟ ما بديش أنا أجزم، لكن الغالبية القطاع التجاري بمارس عملية تهرب ضريبة بشكل أو بشكل آخر. يعني بفكر أنه إذا إحنا أخفينا هذه الفواتير بالتالي الضريبة ما بتعرف قديش احنا بعنا، صحيح، هذا هو الهدف الاساسي. في ظل السوق المفتوح وكميات الدخل طالعة،
مش من السهل انه نحط على كل باب مديني او كل شارع في فلسطين نحط عليه دوريه ضبط جمركيه مشان يضبطوا كل الدوريات او كل البضائع الداخلي. وبالتالي التاجر هو على جميع الاحوال حاسب سعر السلعه بالضريبه، لكن بحاول طبعا يتهرب من ضريبه الدخل الخاصه فيه. فرأيي قد تكون ليست الاخطر هاي، الاخطر هي موضوع التعامل في المقاصات وليس في فتوى التضريب لحالها. يعني أنا ما بدي أقلل أهمية. كيف يعني التعامل بالمقاصات؟ يؤسفنا أنه كثير من التجار بيجيب بضاعة من الجانب الآخر وبيكون معاه المقاصة، فاتورة المقاصة اللي هي الصادرة وهي فيها حق للميزانية الدولة صحيح بالضريبة، بيلعب في أسعارها، لكن ياريت يعني هو بيمزع الفاتورة كاملة بخفيها. طب أنت دافعها. المستفيد الوحيد من هذا الإخفاء هي الاحتلال. أنت بتحكي عن 16-17% تلقائيا هو ماخذها، هو دافع ثمنها بالضبط، لكن الفرق أنه بإمكان إذا سلمت لإدارة الجمارك أو الضرائب يقوم باستردادها، الجمارك تقوم باستردادها من الجانب الآخر هذا حق لنا، لكن للأسف شديد الكثير من التجار يعني هو فعليا التاجر دافعها بس دافعها للإسرائيليين صحيح، بس هذا حق لنا للسلطة يعني هذه فاتورة 100 شيكل إن فيها 17 شيكل طب ليش ما تيجي على خزينة الدولة؟ ليش ما استفيد منها عندي في مدارسي في صحتي في تعليمي؟ هو جزء بتخوف إنه يدفع كمان مرة. لا هو ما بيدفع، هو ما هو الوضع الطبيعي إنه هو ما بيدفع، بالعكس يعني هناك إعفاءات وتسهيلات لكل الملتزمين للشركات بتقديم المقاصة للجانب الفلسطيني. هذه القيمة هي ما بتروح للخزينة فقط لرواتب أو لكذا، لكن صحيح. هذه القيمة الفاتورة بتروح على خدمات صحية، خدمات تعليمية، شوارع، بنية تحتية، لكن للأسف الشديد هي بتروح على بنية تحتية للمستوطنات في حال عدم حصولنا عليها كحق من حقوقنا كدولة. عدم السيطرة على الحدود والمعابر وأيضا تصنيف المناطق بجيم قديش كمان هذا تحدي أمام طواقم وزارة الاقتصاد. يعني موضوع جيم بدأ ما يسمى مناطق جيم، هذا التقسيم هو بالفعل تحدي، لا سيما أنه كثير من المشاكل وكثير من المخازن موجودة في هذه المناطق، كثير من عمليات إعادة التغليف والتهريب موجودة بهذه المناطق، لا يوجد هناك إمكانية لك تخرج مع قوة أمنية احتجت. صحيح إن جهاز مدني بإمكان التوجه على أي مكان في فلسطين للتفتيش، لكن يؤسفنا أنه بنضطر أحيانا بدك حماية أمنية. نعم، لأنه الكثير من التجار لا يتعاونوا، ما بيكون فتح المحلات، بالعكس هناك اعتداء أيضا على بعض الطواقم مثل ما حدث في اعتداء على طواقمنا الرقابية وطواقم وزارة الزراعة في مناطق سي، وبالتالي هناك صعوبة حقيقية فيها في رقابة وضبط الأسواق في مناطق سي. يعني أنا بدي أستغل هذه المقابلة بدي أسأل، عادة كل فترة وزارة الاقتصاد بتعلن عن تسعير المواد الأساسية. نعم. كيف بتم احتساب، كيف بتم تحديد هذه الأسعار؟ سياستنا التسعيرية قائمة على السوق المفتوح وليس على السوق المغلق كما تعلم. الأساس في السوق الفلسطيني حسب مادة 21 دستور هو سوق حر، لكن هذا لا يعني السوق الحر كما يفهمه البعض من التجار هو الانفلات وكل إنسان يتحكم بالسلعة كما يريد. لهذا السبب بعض السلع الأساسية نقوم بوضع سقف أعلى لإلها، وأحيانا نتدخل في تحديد سعر، مثل بحكيش كوزارة اقتصاد فقط لكن مجلس الوزراء أخذ قرار في التحديد تعرفة سعر كيلو الكهرباء على سبيل المثال. هيئة البترول كل شهر بتعلن أسعار المحروقات، إحنا بنعلن قائمة أسعار استرشادية، وبالتالي السوق الحر هو لا يعني بالضرورة أنه يكون كل تاجر يحدد زي ما بده. بنقوم في وزارة الاقتصاد الأسلوب المتبع هو تحديد أسعار بناء على السعر العام في كل محافظات الوطن، ومعدل نأخذ المعدلات الحسابية لهذه الأسعار ما بين المحلات الصغيرة والكبيرة والتجار الجملي، ونأخذ مراعاة ما بين اختلاف المحافظات، كما تعلم هناك اختلاف بين محافظة وأخرى، رام الله بيت لحم كانت الأغلى في الزمانات صحيح عن الخليل الجنين تركيا اليوم بالأخرى. بشوف بجوز اليوم بالعكس المواد التموينية في رام الله قد تكون هي الأقل لهذا السبب إنه وجود الرقابة ضروري جدا لا سيما في عدم التزام معظم التجار. في البعض بوجه انتقادات مرات لوزارة الاقتصاد انها تتحرك مثلا فيما يتعلق بموضوع الاسعار لما بصير الازمة، يعني لما نحكي عن ازمة مثلا اللحوم. يعني ما في خطط مسبقة بتكون عند الوزارة انه عارفة انه هاي الاسعار مثلا رايح باتجاه الارتفاع وبالتالي احنا بحاجة لخطوات مسبقة؟ اساس العمل في وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك بالتحديد هو الخطة، خطة السنوية، واحنا كنا بنشرها بامكان اي جهة رقابية او اعلامية تطلع عليها. نعم تطلع عليها، ليس سر. لكن هناك حالات تأتينا
يجب أن نضع خطة طوارئ إدارة أزمة لهذا الموضوع كما حدث في موضوع أسعار الدواجن. بغض النظر هل هي وزارة الاقتصاد هي الجهة التي يجب أن تعمل على هذا السعر أو وزارات أخرى؟ صحيح. إحنا ما تخلينا عن مسؤوليتنا وقمنا في الواجب اللي إحنا ارتأناه، لكن التكامل هون يأتي دور التكامل بين المؤسسات الرسمية، وهذا إحنا قمنا فيه ربما نجحنا في جانب، جزء أخفقنا في جانب، لكن التحدي كان إنه في أسعار رمضان. وكان التحدي حقيقي، الفرق كان واضح ما بين رمضان 2017 صحيح. رمضان 2016 لمسنا هذا الشيء. نعم، هذا هو نتيجة التحدي، هذا نتيجة التكامل في العمل. والانتقاد إطلاقا ما بخيفنا، بالعكس الانتقاد هو بالنسبة لنا وقود للعمل. نعم، يعني باش مهندس بدي أختم معك هاي المقابلة اليوم، ستستمروا في إجراءاتكم فيما يتعلق بموضوع الرقابة الأسعار، في موضوع الضريبة والفواتير؟ بالتأكيد سنستمر في إجراءات الرقابة. سيكون هناك فواتير أو تسليط الضوء على قطاعات أكثر، ليس فقط قطاع الأجهزة الكهربائية أو الملابس أو الذهب، لكن سنقوم في كثير من المؤسسات أيضا بتنبيهها، اختارها بضرورة إعطاء الفواتير، وأيضا توعية المستهلك بضرورة الحصول على هذه الفاتورة لأنها حق من حقوقه، ممكن يحتاج رجع مادي أو يشكي عليها أو شيء. نعم، المهندس إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لك. وحتى تسمر ياسمين نظرها في شاشة الحاسوب وتحرك بيدها الفأرة قليلا وتضغط على أزرار لوحة المفاتيح بيدها الأخرى، ثم تطلب بلغة الإشارة من مدربتها استفسارا حول خاصية معينة في برنامج التصميم الفوتوشوب. إلى التفاصيل. طبعا أنا هنا تدربت في مشروع التدريب في قسم التصميم على المطبوعات الدعائية والإعلانية. طبعا أنا هنا أصبح لدي فرصة في العمل، كذلك اندمجت مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنواعها، واندمجت مع في المجتمع بشكل أقوى، وصار عندنا إبداعات في التصاميم، زاد عندنا الوعي الإبداعي، وتواصلت مع الأفراد في المجتمع وتعاونت معهم. طبعا أنا تخرجت من دبلوم التصميم تكنولوجيا الإبداع، تعلمنا في برامج تصاميم مختلفة منها الكوريل والإلستريتور والفوتوشوب. طبعا هنا حصلنا على تدريب خاص في برنامج الفوتوشوب للطباعة على المقاط والملابس، وأتمنى أن أحصل على وظيفة ثابتة إن شاء الله في هذا المجال. مركز إرادة بيدرب مجموعة من ذوات الإعاقة السمعية لأول مرة في تخصص تصميم المطبوعات الدعائية. من خلال هذا البرنامج التدريبي بنأمل أنهم يكتسبوا مهارات الطباعة على الزجاج والأكواب والقماش، بحيث أنهم يكونوا قادرين على العمل في هذا المجال بعد انتهاء التدريب. ذوات الإعاقة السمعية بيعانوا من أنهم مستبعدين من فرص التدريب المهني في قطاع غزة، فتوفير التدريب المهني مهم لهم جدا في عملية دمجهم بالمجتمع وإعادة وتحسين فرص عملهم. ففرصة التدريب في مجال تصميم المطبوعات الدعائية إن شاء الله متوقع حيحسن فرص عملهم ويخلقهم فرص جديدة. وقبل ختام هذه الحلقة، هذا تذكير بأبرز العناوين. المقدسيون يرفضون البوابات الإلكترونية في محيط الأقصى، وإسرائيل تصعد من إجراءاتها في المدينة. تفاهم فلسطيني إسرائيلي برعاية أمريكية لتزويد السلطة بـ 32 مليون متر مكعب من المياه. تحقيق استقصائي لوطن بعنوان المتاجرة السوداء. شابات من غزة يقهرن الإعاقة السمعية بامتهان الطباعة والتصميم. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.